هل تعرفون لماذا عرف عن هنري الثامن بأنه ترك أكثر من 400 سجادة من العالم الإسلامي؟ الآن سأقول لكم. كان الناس قديماً يستخدمون نبات الأسل أو الأسل لفرش أرضيات الغرف، حيث كانت الأرضيات مثلاً في إنجلترا تسوى بطبقة من الطين الأبيض وتغطى بهذا النبات الذي يجدد بين الحين والآخر. ولكن مشكلة هذا النبات بأنه لا يغطي الأرضية بالكامل، فتتسرب الأوساخ إلى داخله. ثم استبدل نبات الأسل بالسجاد الذي كان شائعا لدى القبائل العربية البدوية والفارسية وقبائل الأناضول وحتى الأتراك. كان المسلمون أول من طور تقنيات التصميم والحياكة، فزينوا سجادهم بألوان وزخارف مدهشة، ويعود الفضل إلى ذلك بسبب تطورهم في علم الكيمياء، إذ كانوا يصنعون أصباغا جديدة يستعملونها في النسيج ودباغة الجلود. لذا اشتهر السجاد الإسلامي بألوانه والأشكال الهندسية التي كانت تتوسط به. المزيد من المعلومات في طقس العرب.